ومشى دار بيا دعوه عند وكيل الملك، قال لي راه سد عليا الباب ما خليش ندخل داري. وهي الدار ديال من اصلا؟ ديالو. دابا كاينه السفلي فين الوراثه برطمة الوسطانيه ديالو الفوق. واخا غزلان شحال عندك من عام اجا بنتي؟ شحال عندك من عام؟ فاش زايده؟ ما عرفتش. ما عرفتش شحال عندك من عام؟ لا ما قريتش ما قريتش. منين انتيا؟ من العروبيه. منين بلاصه في العروبيه؟ كلنا عروبيه. مذكره. مذكوريه؟ اه. مذكره غير هنايا الشاويه. انتي زايده في 87 وراجلك في الزيد، شحال عنده من عام؟ شد لانتريت. اه. انت شدو. شدو دابا شي 3 سنين. دابا انتي زايده في 87 يعني عندك 37 سنة وراجلك شد لانتريت هادي 3 سنين. اه. يعني راجلك مضوبل عمرك على جوج. اه. قد باك. قد با. علاش خديتيها بنتي؟ هو الجوازة العروبية. شحال كان عندك من عام؟ وانا عاقلة على راسي، انا ما عقلتش على راسي تلقيت راسي معاه. كنتي باقي ما درتيش لاكارت؟ لا دايره لاكارت. ديك الساعة فاش خداك؟ اه دايره لاكارت. بلغتي؟ بلغت. نسيتي الرشد فتي 18 عام. فت. شحال دابا من عام وانتي مجوجة؟ باش عندنا عام واحد بنتي ولدي راه كيقرا في السابعة، حيت أنا جيت. شحال عنده؟ كيقرا في السابعة. ما عارفاش ولادك شحال عندهم من غزلان. ما قارياش غزلان؟ ما قارياش. جوجوك داركم؟ اه. هذا قد باك؟ قد باك. ولدتي مع ربعة؟ المشكلة ماشي قد باك. اه. المشكلة أنا كناكل العشاء وهو كيتفرج فيا. كيقول لك ما كيقول لي ما تمشيش للكوميسارية، إلا مشيتي للكوميسارية غنشهد فيك أنت اللي ظالمة. من عندك كتاكل ياسر؟ من عند الواسي جوج خوتو ابراهيم وعبد القادر. رجال؟ اه رجال. الاسماء هادو رجال كيسلخوك. آه. علاش كيسلخوك؟ علاش كيسلخوك؟ كيسلخوني حيت هما كيتقرقبوا كيضربوا لحامهم وكيجيوني حيت هو عنده النص في الدار. اها. ما خاصنيش انا نولد. انا ما خاصنيش نولد. وانت مالكي على اربعه غزلان؟ مالك بنيتي؟ فاش اربعه كنت كنولد فيهم انا ربي اللي بغى هادشي. ما درتيش احتياطات ديالك؟ هو ما خلانيش كيقول لي ما تشربيش الفانيد. فين نشرب الفانيد؟ ما خلانيش. واخا ما يخليني. قال لي الا بغيت تشرب الفانيد سيري لداركم. الا بغيت تشرب الفانيد سيري لداركم. وانت ما تقدريش تقولي لا. وانا ما قدرتش انا بغيت نصبر. قلت زعما تجوجت نصبر ونريح. نولد وليداتي. ونريح المرأة ملي كتجوج واش كتبغي تطلق؟ لا. خاصها تريح وتصبر. المشكلة دابا أنا. فاش كان خدام؟ خدام في البوسطة. اش كيدير في البوسطة؟ خدام مزيان. كيدير شاف. ياك؟ اه. وكنتي عايشة معاه مزيان؟ ما عمرو خرجني، ما عمرو شرا لي شي حاجة. دايما في الدار. ملي كان كنعقل على راسي ملي كنخرج كنمشي غير للعروبية. كيديني بزز وكيبقى يخاصم ويعاير ويقول لي بزاف تمشي للعروبية كل مرة كل مرة. تمشي تشوفي داركم؟ كنمشي اه. ما يدور معاك ما والو؟ لا والو. ما يكسيك في عياد؟ ما يكسيني في عياد. هو عطاني تا الفلوس باش نكسي ولادي. دابا ولدي كيمشي بصندالة تاع الميكا للمدرسة. اللي كيقرا في السابع. اللي كيقرا في الخامس. الخامس. وعندك واحد كيقرا في السابع وواحد في الخامس. أه. وجوج الاخرين. وحده كتقرا في الثالث والدريه يلاه عندها عامين ونص. يلاه والده معاه دابا. أه. انت عامين ونص. اه. ما تيكسيش ولادو. والو ما كيكسيهمش. وولادو كياكلوا العصا قدامه. دابا ولدي ملي يهود مع الدروج هاد لوسي هذا اللي عطاه هو بيت في البارطما ديال راجلي عطيها ليه حدايا. قال ليه ولادك ما يهودوش يدردكوا عليا، خاصهم يهودوا كيتختلوا. وكيقول لي انا الماكينه في السطح عاديه. كيقول لي ما تدوريهاش راجلي تيفيق خويا من النعاس حتى الليل. خوه كيبقى ناعس من الليل هو ناعس ما كيفيق حتى الخمسه تاع العشيه. تيفيق. خاصك شي تشقى. اي عاد خاصني نشقى في الدار. ما تقرقبيش الدنيا على قبل خوك. لا ما تقرقبيش عليه. وانا اش كندير ملي كيشدني كيصوق كنخرج مع الباب كيقول لي والعربيه والكلام اللي ما كيتسمعش كامل خاسر. هذا لوسك. هذا لوسي. اما الاخر لوسي صغير. لا ما تقولي السميه. لوسي صغير. آه. شدني ما غطني في الارض وجلس فوق مني بحال ما بقى يعطيني في البوطيات. يعطيني يعطيني يعطيني. ملي سالم مني خرجتني امه وقالت لي لا سيري تسرحي لباك البقر في العروبيه. مشيت للكوميساريه تصنتوا ليا وما عيطوش عليهم ما استدعوهمش. رجعت عاوتاني رجعني نفس المشكل. بقيت نفس المشكل. اش صورتي انت مشيتي لكم؟ آه. كيقولوا لي اش صورتي؟ وعاوتاني كيتعداو عليا كثر. مشيت واحد المره مشيت جيت للكوميساريه وملي ما داروا معايا والو مشيت للبحر. مشيت للبحر تلاحيت بحوايجي. جا واحد السيد هو يعتقني. بغا تنتحري؟ اه قلت بغا نتحري ما خديتش حقي. عرفتي شحال من مره كنمشي للكوميساريه؟
واش عرفتي تحم مره كنمشي لكم 20 مره وانا كنمشي للكوميساريه كيتصنتوا ليا عمرو خلفك شي لاطراس خلي فيا لاطراس كيديوني العربيه كيكمدوا ليا وكيجيبوني ما كيخليونيش نكمل داكشي كيقولوا لي ما خاصكش تدعيهم وراجلي ملي دويت معاه اخر مره هاد المره اللي عليها مشيت للعربيه دويت معاه كان بغى يشير على بنتي بكاس من الفوق جات من الجامع كانت كتقرا قران كدق ويطلع عليها من الشرجم قال لي الخنفعل ما نقولوا تارك امك من هذاك الكلام الخايب من تحت السروال قال لي غادي نخسر لامك وجهك بكاس هز كاس وبغى يشير هذا باباها وهذا عمها عمها ملي غوت على راجلي قلت لي اعتقر اخوك غادي يخسر لبنتي وجهها قال لي تشاي خسر ليها وجهها ونخيطوا ليها وديك الساعه نديروا اجراءات شنو قلت لي تخسر لها وجهها كيفاش تخسر لها وجهها وبقيت انا كنغوت وتشديت معاه قلت لي غادي نمشي للكوميساريه وندير به محضر قال لي الا دعيتي خوتي غادي نشهد فيك باللي انت اللي ما مزياناش وتمشي قال لي شحال مره مشيتي للكوميساريه صورتي قال لي صورتي شي حاجه وفعلا فعلا داكشي اللي كيقول فعلا مشيت للكوميساريه شي 100 مره وانا كنمشي للكوميساريه وكيديروا لي محضر كيتصنتوا لي صافي وكنجي فحالي كنقول انا صافي غادي غوتو عليهم وغادي استدعيهم ودير الاعتبار اه ملي 20 مره وانا كنمشي للكوميساريه اش قلت انا دابا صافي ملي كتجي شنو كيقول لك كيقول لي راه الواسي كيتكرفطوا عليا راه لوتي في الزنقه كيتكرفس عليا كيقول لي الفعل كنت حامله بنتي هذه اللي عندها عامين ونص كيقول لي جايبها من الزنقه وكل شيء كيسمع تصوري كنتلاقى مع العيال في الزنقه كيقول لي ما يمكنش هذا الشيء ما يمكنش لوسي انا يقول لي هاد الهضره ونبقى جالسه وراجلي ما يدويش وراجلي واقف تيسمع حداه ملي كتجي ديري شكايه شنو كيبقى كيتصنتوا ليا كيقولوا لي سيري ملي كنمشي كنرجع ما كيقولوا لي ما كاين والو ما جبتي لا شهاده طبيه لا والو كنجيب لهم شهاده طبيه من السبيطار تاع المخزن تاع السالميه دائما كندير شهاده طبيه كيقولوا لي هذه ما قاضيه لك والو سيري تاي شرقوك وتيخيطوا لك وجي ديك الساعه ناخذ لك حقك انا دابا اش بغيت بغيت نمشي عني دي قولي شي برا ويحطوني في شي سبيطار نغيب واحد العام عام نبقى مغيبه ناعسه حتى انا راه عييت وعيت انا ما كنت من هاد الحياه انا المخزن انا كنعرف المخزن ملي كتمشي عندو ضروري كياخذ لك حقك حيت ما خداش لك حقك المخزن شكون غادي ياخذ لك حقك انا قولي انت عاد من غنمشي الله راه كنهزك في فيك وقول يا ربي تاخد العقل ولكن عييت عباد الله وعباد الله راه صافي راه تعقدت بيا راه بغيت نمشي على شي بلاصه ونتلاح فيها عاد الناس تكرفصوا عليا راه عذبوني بحياتي راه عذبوني واش راسي كيتفرج فيا طفلتي قالت لي خرجي قوضي الفعل التاركه من دارنا خرجي الفعل التاركه من دارنا وراجلي واقف بحال ما هكايا كيتشوف فيها ما دواش وتيقول لك سيري انت دفعي الطلاق اه كيقول لي سيري انت انا بغيت الطلاق ملي كنقول ليه جيب لينا جيب الدراري ياكل ولا شي حاجه ما كيتقداش ملي كنقول ليه تقداش كيقول لي سيري عند واكل الملك الا عطاك واكل الملك جي نعطيك سيري دعيني انت عارفني انا اميه وما قاريهاش وفي غنمشي ما كنقدرش نمشي واخا كيقول لي هذه الهضره كتعرفي شنو تمشي عارفه راسي انا ما غنصور والو وداك الشيء اللي كيقول فعلا ما كنصور والو البارح جا عند اخو من سيدي مومن قال لي شوف طلق هادي طلقها وصيفطها صيفطها لدارهم طلع عندي قال لي شوفي بغيتي تطلقي زي ولادك وسيري طلقي راسك ما تساليني ما تسالكيش شد فلانتري سجي عندي غير ما عرفتش شحال كيشد ما عمرو قال لي شحال كيشد ملي كنسولو كيقول لي انت مالكي انت اش دخلك في هاد الشيء وتصوري انا 3 شهور وانا خارجه من داري عباد الله ولا التصاور ديالي ما لقيتهمش في داري كوكوط ما لقيتهاش في داري تخرجي تسعي غزلان باش توكلي وليدات اه دابا كنخرج نطلب باش نجيب نوكل ولادي دابا والو دابا والو ودابا مشى لعند الوكيل الملكي قال لي غادي يمشي ندعيك دابا تشوف اش غادي ندير لك والله قال لي انا صبرت مني على البرد قال لي غادي يمشي قال لي ندفع شكايه للوكيل الملك نقول لهم اسيدي ما نعاني ما نقدرش نطلع لداري وهو ما كيطلعش صوري بنتي البارح شدت السخانة وبقات كترد كنصوني عليه والله ما بغى يجاوبني فين تجوج هو؟ يجاوبني اه طلق جوج عيالات جوج عيالات اللي طلق والد معاهم وحدة ولدت معاها بنية حيت هما اصلا هاد الطفل ديالي اللي بقى بلا جواج كدير داكشي ديال الشعوادة وقال لك كيديروا هما الشعوادة والدرية ملي شمت البخور تخنقت كيديروا هما داكشي
ماتت. والاخرى ما ولدتش معاه. الاخرى ما ولدتش معاه. انت اللي ولدتي اربعه. اه ما كملوش معاه العام. خداركم ما يوقفوش معاه. وهاد العيالات اللي كان مجوز بهم ما كملوش معاه العام. وما كنتي يا ما دارتش. هو قال لي ما كنتي ما قراتش فيك الشعوة. قال لي العيالات مزيانين كانوا الله يعمرها دارهم. انت ما قراتش فيك الشعوة هذا كملتي. اختي انا راه محنوني. راه من نهار شدني خو دابا ضربني. خبط لي راسي مع الارض من تما هو راسي كيضرني. بقاك راسي كيضرني دابا ملي كنعس كنبقى نتخايل داكشي اللي دار لي الوسيم. مغطني في الارض وبقى كيضرب فيا. شدني انا السيبه. هو ملي ضربني قال لي انا بقى داكشي كيتخايل ليا وكنبقى نبكي ونغوت ونقول علاش ضربني. داركم فين هما؟ في العربيه. واخا داركم يجوا يوقفوا معاك. ودارنا عندك خوت. ما عندك خوت. اش غايديروا لي دارنا؟ ما عندكش خوت. قولي انت دارنا اش غايديروا لي هما في العربيه؟ واخا اجي يوقفوا غير بجنبك. العربية مال اجي واخا غزلان على مال الناس العربية. الناس العربية تبارك الله عليهم راه الناس وقفوا في جنبي. قلت لك ملي قلت لك انا بقيت داكشي كيتخيل. قولي ناس قولي دارنا دراوش دابا بزاف ماشي الناس العربية. الناس العربية مالهم الناس العربية كيدوني يكمدوا لي ورجعوني وانا مشيت للكوميسارية كاع وما خديتش حقي ودارنا بغاني ياخذوا لي حقي. عقولي واش تمنيتك؟ والكوميسارية ما خداوش لي انا حقي وغياخذوا لي دارنا. لا حول لهم ولا قوة. وقلت لك ملي بقى داكشي كنعس كنبقى نبكي ونتفكر داكشي نبكي. قال لي نديك على الطبيب النفساني نديك باش يعطيوك الدواء باش تنساي هادشي اللي دار لك خويا. انا منيتي قلت لي اه نمشي معاك. مشيت معاه ولا كيقول لي انت راكي مسطيه اما وراقيك عندك اما الوراقي عندك. والطبيب النهار اللي دخل معايا قال لي قال لي هذه مسؤول على الافعال ديالها ولا ماشي مسؤوله؟ قال لي لا السيده مسؤوله على الافعال ديالها. قال لي الطبيب قال لي انت قال لي راجلي خرجي على برا انا باغي ندوي مع الطبيب. شوفي شنو قال الطبيب. قال لي اعطيني الوراق باش نديرها مسطيه ولا ما عرفتش. الطبيب المخزن لا الطبيب تاع الفلوس ما عنده ما يسس. الطبيب الخبره الخبره. شوفي الخبره كيديني للمدينه. كنتي كتشربي الدواء؟ اه كنت كنشربو. اش من دواء كان كيعطيك؟ كان كيعطيني واحد الدواء حار اختي حار نسالك يرقد عليك. كنت كنعس وما كنعقلش على راسي. ولادي كيبقاو يدوروا عاد مشى عنده قال لي شوف السيده ما تعطيهاش هاد الدواء راه واعر على راه عندها ثلاثه الوليدات. ديك الساعه شكون هذا اللي قالها؟ هو راجلي. قال لي ما تعطيهاش هاد الدواء راه السيده قالت نعس ما كتبقاش تعقل على راسها. قال لي خفف لي الدواء باش ولي تقابل وليداتها. بغى يحمقك. اه بغى يردني حمقه. ردني حمقه باش هويا ودابا مشكله. دابا كيقولوا لك مسطيه. اه في الكوميساريه. دابا انا شنو ندير؟ دابا واش نمشي للبحر؟ واش ندير شي حاجه في راسي؟ دابا انا ما عرفتش اين الطريق عند جده. دابا انا عايش شي واحد يشدني ويقودني ويديني ولا يديوني للسبيطار ويدقوا لي جبره ويخلوني نغيب واحد العام حيت راه بزاف. راه انا راه القلب ديالي غيخرج لي يا عباد الله. انا كنعش داي مسؤول اللي شافني يجي يعتقني راه انا غادي نموت يا عباد الله. يديوني للسبيطار ولا يديوني شي بلاصه ويجلسوني بيها ويحيدوني من هذيك الدار. لما نبغيش توجهي رساله ديالك كنوجهها للحموشي كنوجهها لاي كوميسير كنوجهها لاي بوليسي كنوجهها لاي قاضي يجي يعتقني رانا تحقرت. رانا تحقرت وكنحس بالحقره. رانا كنحس بالموت. رانا واقفه ولكن رانا ميته. بالحياه اللي قلتي بغا نسافر. بغيت نسافر صافي تسدت البيبان في وجهي. تخلي وليداتك ما بقيتش مع من غنعيش مع من. راسي جالس كيسير على خوته وجالس معاهم لتحت وانا جالسه فوق بالجوع انا ولادي. تصوري فرقعوا عليا الدفه فرقعوا عليا الدفه وبيتها خايفه بيتها عند الباب تطلع النهار وراجلي ما طلعش عندي بيت معاهم لتحت. جالوسي من سيدي مؤمن تا هو قال لي فعلة التاركة كنسمع فيه قال لي فعلة التاركة فعل ديال ما العروبية دير ليها سي طلقها. قال لي راجلي ونطلقها راه خاصني نحط ليها راه خاصها. قال لي هي تهز راسها وتمشي بحالها. دابا هما واش كيديروا لي هادشي باش انا نتقهر ونمشي بحالي وتقهرت بصح ولا كيف غادي ولادي وكيف لي البحر نجمعهم ونمشي نتلاح فين وياهم. انا راه عييت 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 اختي عييت بقات لي على قوتي هي اللي كنشوف فيها. صافي وتحقر تاعي بطلع الحبرة وتحقر ساسي دار زين وجي قني انا تحقرت كنحس بالحقرة بزاف. ما كاينش اللي غيحقرك. وتحقرت اختي كنمشي للكوميسارية 20000 مرة. ما كاينش اللي يحقرك. واختي كنمشي لها وما خداوش لي حقي. وملي كنرجع كيقول لي يا صورتي
يلا قولي انت استورتي مشيتي للكوميساريه اشنو درتي؟ احنا غنزيدو كنديرو لك داكشي كثر من هادشي. ما عرفتو ملي مشى عندهم لوسي جا عندهم صمتو ليه وجاو كيصونو عليا انا اول. واش عمرك شتي وحده كتاكل العصا؟ وليت انا خاصني نعاود الكوميساريه ويهبطوني. وليت انا اللي خاصني نمشي للحبس. قلتي سبك لوسك؟ كيسبني كيقول لي العروبيه وقال لي في الكوميساريه العروبيه جيتي وعلمناك تشعلي البوله وقال لي في الكوميساريه المسخه الله ينعلم امك الوالدين وفي الكوميساريه تجي في الكوميساريه وقلت الكوميسار قلت لي شوف واش هادي كوميساريه وملي دويت انا قمعوني قال لي سكتي انت ما تدويش صافي هادشي في الكوميساريه صافي سكتي هو اللي كيصوتني انا صافي وهو ما يسكتش يعني يسبني في الكوميساريه وانا ما عنديش العقل ندوي صافي حنا غنشوفوا الكاريز اللي تسمطي انا كنحس براسي صافي صافي هو كنحس براسي كنحس براسي اختي طلع لي السكر ما فاطراش نجيب لك شي حاجه عندك شي حاجه د الماكله راه من الصباح ما فاطره ما ضايقاه من الصباح انا شاربه غير كاس الماء غير كاس الماء اللي شاربه وعندي الدواء ديال السكر حاضر نشرب وقفه وقفه راه حسيت براسي كنترعد وقفه اصبري اصبري غير براسي كنترعد غير زلان اصبري القلب ديالي غيخرج من البلاصه ديالو القلب ديالي كنحس خويا كنحس بالقلب ديالي سخاف طيب زهر خلي تاني عندي واحد كرواسة عندك راه راه وبقات عندي انت جاد باش نوقف قدام طيب واش كاين شي حاجه ما تبلاد واش كاين شي حاجه ما يهمش دابا هادشي وإلا كانت العقرة معلمة هكا عاد فين المهم ولا اختي ما قدرتش وفي الزغطة هكا كولي وفي الزغطة هكا صافي صافي دابا صافي غزلان غزلان شوفي حنا غنشوفوا لك شي جمعيه ديال صنتي ليا غادي نشوفوا لك غير سمعيني سمعيني غزلان سمعيني يا بنتي سمعيني انا غادي نشوف لك الجمعيه هاتي انا كنحس براسي دابا غنتشلل وحق من بعد محمد صافي سكتي انا كنحس براسي غنجيني شلل صافي سكتي 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 الناس سكتي الناس الناس خرجناهم من ديورهم سكتي صافي سكتي يا غزلان سكتي حنا غادي نشوفوك الجمعيه اللي غتوقف معاك غدير لك محامي وغتوقف معاك وغدير لك كلشي هاك ودقيت البيبان وصافي دابا اول مره عيطتي لي انت عيطتي لي امتى عيطتي لي عيطتي لي البارح واختي واحد المره قلت لك غنجي عندك مشيت قلت لك غنجي عندك قلتي لي جيت عندك واسمعني مشيت للكوميساريه واحد المره وقالوا لي سيري شوف تي في ياك انت كتجي للكوميساريه وما داروا معاك والو هادي الكوميساريه صافي 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 قالوا لي تجي شوف تي في صافي صافي وانا ملي مشيت ملي قالوا لي شفتي فيه انا ما قارياش بقيت كنقلب واحد السيد قال لي شفتي فين راه كتسكن عرفتي السبيطار ديال سيدي عثمان ديال باطي ديال سيدي عثمان تما قالوا لي كنتي ساكنه بقيت غدا وكنسول كنسول كندق وكنسول دارنا هذا بقيت مع شي حمقه قالوا لي ما كايناش كنسكنش انا ومشيت حيت انا ما نعرفش نجيب النمره صافي صافي وماكو كلها نجيب النمره مرتاح مرتاح مشاهدينا الكرام نختم معكم في المباشر على امان نتلاقاو بكم في